قبل هذا التمرين هذا اكتب بتفصيل المجموعات التاليه. المجموعه الاولى هي عباره عن معادله مهما يكون اكس وايغريك، مهما يكون اكس وايغريك نعرفوا باللي المجموعه زد هي مجموعه غير منتهيه، بالتالي ما يمكنش لينا نكتبوا الاعداد مجموعه الاعداد الاكس وايغريك بتفصيل اذا كانت عندي شي معادله والحلول ديالها منتهيه. بالنسبه لهذه المعادله فالحلول ديالها منتهيه والا ما كانوش غادي يقولوا لك اكتب بتفصيل المجموعه ا. بالنسبه لهذه المعادله هذه والحاجه غنحاولوا نرجعوها على شكل جداء، نحاول نعملوها نرجعوها على شكل جداء يساوي عدد دائما اي معادله بهذا الشكل هذا، وحتى هذه غنحاول نرجعوها على شكل جداء يساوي عدد. مثلا بحال دابا هنا المجموعه ا ليكن اكس واي جراك من زد، يكون اكس واي جراك من زد بحيث عندي اكس او كاري زائد اكس اجراك ناقص 2 اجراك كاري زائد 5. 5 نحاول ندير جهه اخرى عندي من ندير بها، لان في هذه الحاله غادي نعمل غير هنايا حيت كاين العامل المشترك هو اكراك. غنفرق هاد 2 اكراك كاري، نعطي اكراك كاري لهاد اكس ونعطي اكراك كاري لاكس اكراك، ودابا نعمل هذه واش طبيقه هامه هي اكس ناقص اكراك عامل لاكس زائد اكراك. هنا غادي نعمل باكراك غتعطيني اكراك عامل لاكس ناقص اكراك تساوي ناقص 5. وهنا كاين عامل مشترك عاوتاني اللي هو اكس ناقص ايغريك، غنعمل به اكس ناقص ايغريك عامل دي اكس زائد ايغريك اكس زائد ايغريك، وغنزيدو هاد ايغريك هادي غتولي 2 ايغريك تساوي ناقص 5. دابا غادي نشوف القواسم ديال عدد 5. 5 كنعرفو بلي عدد اولي، غنشوف شحال من طريقه يمكن لي نكتب جداء عددين نلقاه كيساوي ناقص 5. كاينه الطريقه الاولى كاينه غنحطهم، كاينين 4 ديال الحالات. الحاله الاولى 5 في ناقص 1 كتساوي ناقص 5 او ناقص 1 في 5، نقلبت لهم غير البلايص هنايا، او ناقص 5 في 1 او 1 في 5، يعني كاين عندنا 4 ديال الحالات. اذا غيكون عندي 4 ديال النظمات. النظمه الاولى هي 5 في ناقص 1 يعني اكس ناقص y تساوي 5، و x زائد 2 y تساوي ناقص 1. هذه الحاله الاولى، او اكس ناقص y تساوي ناقص 1 و x زائد 2 y تساوي 5، او x ناقص y تساوي ناقص 5 و x زائد 2 y تساوي 1. واخر نظمه هي x ناقص y، غنقلب هادو تساوي 1 و x زائد 2 y تساوي ناقص 5. خاصني نحل هاد النظمات هادو، وبالتالي غنحلوهم ديريكت. هنا نعوضو نكتبو اكس بدلاله ايغريك او ايغريك بدلاله اكس، ونعوضو الا كانت ايغريك بدلاله اكس تعوض ايغريك بدلاله اكس هنا في هذه النظمه هذه في هذه المعادله هذه وتلقى اكس. تم بدا اكس هي 5 زائد ايغريك، لعوض اكس هنا 5 زائد ايغريك كتعطيني 5 زائد 3 ايغريك، يعني 3 ايغريك تساوي ناقص 1 ناقص 5. اكس ناقص ايغريك يعني اكس تساوي 5 زائد إيكغريك، 5 زائد إيكغريك يعني 5 زائد 3 إيكغريك، يعني 3 إيكغريك تساوي ناقص 6، يعني إيكغريك تساوي ناقص 2. إذا كانت إيكغريك تساوي ناقص 2 فإكس تساوي 7، إيكغريك تساوي ناقص 2، لعوضت هنا تعطيني 2 ناقص 2، إكس تساوي 3. الحالة الثانية x تساوي ناقص 1 زائد y، x تساوي ناقص 1 زائد y يعني ناقص 1 زائد 3 y،
ناقص واحد غادي يمشي الجهة الأخرى يولي زائد واحد، يعني ثلاثة إكراك تساوي ستة، يعني إكراك تساوي اثنان. إلا عوضتها في إكس، إكس تساوي ناقص واحد، ناقص واحد زائد إكراك، يعني ناقص واحد زائد اثنان، يعني واحد. الحالة الثالثة، إكس تساوي ناقص خمسة زائد إكراك، ناقص خمسة زائد ثلاثة إكراك، هادشي الجهة الأخرى تولي زائد خمسة، يعني إكراك تساوي اثنان. إلا عوضت إكراك الفوق، إكس ناقص اثنان يولي زائد اثنان، يعني إكس تساوي ناقص ثلاثة. والحالة الأخيرة، إكس تساوي واحد زائد إكراك، يعني واحد زائد ثلاثة إكراك، يعني إكراك تساوي ناقص ستة على ثلاثة، هي إكراك تساوي ناقص اثنان. ونعوض إكراك بالقيمة ديالها، عطاتني إكس تساوي ناقص واحد. وبالتالي فأ باش نكتبوها بالتفصيل، فعندنا أربعة الحالات، حيت هاد الحلول على شكل أزواج، الحلول ديال هاد المعادلة على شكل أزواج. الحل الأول هو ثلاثة ناقص اثنان فاصلة، الحل الثاني هو واحد اثنان فاصلة، الحل الثالث هو ناقص ثلاثة اثنان فاصلة، والحل الأخير هو ناقص واحد ناقص اثنان. بالنسبة للجواب ديال السؤال الثاني، عندنا هذيك المعادلة هي نحاول نكتبوها على شكل جداء، جداء عددين يساوي عدد، باش يمكن لنا نديرو نفس الطريقة. إذا هنا عندنا ليكون إكس واي كراك من زد إطوال، يعني زد إطوال محرومين من العدد صفر، لأن ما يمكنش يكون عندك صفر هنا في المقام، كشاش درنا إطوال، بحيث أن واحد على إكس زائد واحد على إكراك يساوي واحد على خمسة. هنا غادي نوحدو المقام، فهذه تكافئ، لو وحدتي المقام غتعطيك هي إكس إكراك، هنا إكس زائد إكراك تساوي واحد على خمسة، ونضربو في المرافق تكافئ، نضربو يعني جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين، يعني خمسة غادي نضربوها في إكس زائد إكراك، عطاتني خمسة إكس زائد خمسة إكراك تساوي إكس إكراك، كلشي نجيبوه للطرف غتعطيني في الأخير، غتعطيني واحد على إكس زائد واحد على إكراك تساوي واحد على خمسة، تكافئ أن خمسة إكس زائد خمسة إكراك ناقص إكس إكراك تساوي صفر. غنشد دابا هنايا، خاصني نعمل، باش نعمل، لعملت انا بإكراك عندي عامل مشترك، لعملت بإكراك غتعطيني إكراك عامل لخمسة ناقص إكس، إذا لعملت بإكراك غتعطيني خمسة إكس زائد إكراك عامل لخمسة ناقص خمسة ناقص إكس تساوي صفر. إذا باش يمكن لي نلقى عاوتاني خمسة ناقص إكس، أش غادي ندير؟ هنا عندي خمسة خمسة إكس، يعني نعمل بخمسة، باش نعمل بخمسة خاصة تخرج لي خمسة ناقص إكس، إذا غنزيد، غنزيد خمسة إكس غنقص منها خمسة وعشرين، هاديك نديروها باش يمكن لينا نعملو، نقص خمسة وعشرين غنزيد خمسة وعشرين بحال ما درت والو. يعني نقص 25 وزدت 25 بقى العبارة هي هي. دابا هنا نعمل بخمسة، إلا عملت بخمسة غتعطيني إكس ناقص خمسة، ولكن أنا خاصني تكون عندي خمسة ناقص إكس، أنا نعمل بناقص خمسة، ناقص خمسة، ناقص خمسة عامل لإكس، ناقص خمسة إلا عملت هنايا ناقص 25 غتبقى لي خمسة، ناقص إكس زائد إكراك عامل لخمسة ناقص إكس زائد خمسة وعشرين تساوي صفر. ودابا نعمل خمسة ناقص إكس، خمسة ناقص إكس عامل لإكراك ناقص خمسة تساوي، هذا ندي الجهة الأخرى تولي ناقص خمسة وعشرين، وغندير لها كيف ما درنا لهذا العدد هذا،
نشوفوا شنو هما القواسم ديال 25. 25 القواسم ديالو قواسم العدد 25 ولا ناقص 25 هي يا اما ناقص واحد يا اما الواحد يا اما الخمسة او ناقص خمسة او 25 وناقص 25. يعني 25 كتكتب بهذه الطريقة هذه ناقص 25 كتكتب بزاف ديال الطرق ولا يعني كاين بزاف ديال الحالات حيت هنا يا اما ناقص واحد ناقص 5 في ناقص 5 5 5 في 5 في ناقص 5 غتعطيني ناقص 25 او 25 في ناقص 1 يعني نبداو بها 25 في ناقص 1 او ناقص 25 في 1 وكتساوي كذلك ناقص 5 في 5 وكتساوي كذلك 5 لقلبتي هادو في ناقص 5 وحتى هادو خاصة نقلبوهم 1 في ناقص 25 يعني كتكتب 6 ديال الطرق ها 1 ها 2 ها 3 ها 4 ها 5 بقات لينا هادي ناقص 1 في 25 يعني 5 ديال الطرق اللي كاينين. انا نمسح دابا هاد البارتي هادي وغنكتبو. بالنسبه لهنايا لقينا اذا نكملو لقينا 5 إيه 5 ناقص اكس اذا نكملو لقينا 5 ناقص اكس مضروبه في y ناقص 5 تساوي ناقص 25. حنا عارفين بلي ناقص 25 كتساوي يا اما ناقص 25 في ناقص 1 ولا ناقص 25 في 1 ولا ناقص 5 في 5 ولا 5 في ناقص 5 يعني عندنا 6 ديال الحالات غنكتبهم كاملين. الحاله الاولى هو ان 5 ناقص اكس تساوي 25 وان y ناقص 5 تساوي ناقص 1. الحالة الثانية هو ان 5 ناقص x تساوي ناقص 1. نقلبوهم عوض ما تكون y ناقص 5 هي اللي تساوي ناقص 1 هي تقلبو وهنا عندنا y ناقص 5 تساوي y ناقص 5 تساوي 25. الثالثة هي 5 ناقص x تساوي ناقص 5 وان y ناقص 5 تساوي 5. الحاله الرابعه هو نقلبوهم غتولي عندي 5 ناقص x تساوي 5 و y ناقص 5 تساوي ناقص 5. الحاله الخامسه 5 ناقص x تساوي هنا كنا 1 و y ناقص 5 تساوي ناقص 25. لاحظوا هادي راه ماشي بحال هاد هنا بجوج بهم كاين ناقص 1 ناقص 1 25 ناقص 1 25. دابا 1 25 اللي فيها الموا. الحاله الثانيه نقلبوهم غتولي عندنا 5 ناقص x تساوي ناقص 25 و y موانس 5 تساوي 1. دابا نقلبو على الحلول. عندنا 5 ناقص x تساوي 25 غتعطيني x تساوي x تساوي 5 ناقص 25 يعني ناقص 20 و y تساوي ناقص 1 زائد 5 غتعطيني 4. او الحالة الثانية x تساوي 5 زائد 1 هي 6 و y تساوي 25 زائد 5 هي 30. الحالة الثالثة x تساوي 5 زائد 5 تولي عندنا 10 و y تساوي 5 زائد 5 هي 10. الحالة الرابعة
اكس تساوي 5 ناقص 5 هي 0 و ايغريك تساوي 0 5 زائد ناقص 5 زائد 5 هي 0 او اكس تساوي 5 ناقص 1 هي 4 و ايغريك تساوي ناقص 25 زائد 5 تعطينا ناقص 20 او اكس تساوي 5 زائد 25 هي 30 و ايغريك تساوي 1 زائد 5 هي 6 وهذه الحاله ما داخلاش لان اكس و ايغريك ينتميان للمجموعه زد ايطوال يعني هذه الحاله هذه ما داخلاش لان هنا اكس كتنتمي لزد ايطوال يعني اكس تخالف الصفر و ايغريك تخالف الصفر اذا هذه ما نحسبوهاش وغتولي عندي المجموعه بي تكتب على هذا الشكل هذا اكتب بالتفصيل المجموعه بي المجموعه بي فيها خمسة العناصر هما على شكل ازواج الزوج الاول هو ناقص 20 4 الزوج الثاني هو 6 30 الزوج الثالث 10 10 والرابع 4 ناقص 20 الخامس والاخير 30 0 30 6 دابا كملنا المجموعه بي اما في المجموعه سي فهاد المجموعه سي عباره عن معادله والحلول ديالها هما اللي يمثلوا ليا هاد المجموعه سي اذا ليكن بالنسبه للسؤال الثالث ليكن اكس من المجال 0 دو بي بحيث عندنا دو كوسينس دو اكس موان زان ايكالا 0 غنديرو 2 اكس ناقص 1 تساوي 0 غنحولوها خاصنا نلقاوها على شكل باش نحلو هاد المعادلة هادي خاصنا نرجعوها على شكل كوسينس دو اكس يساوي كوسينس دو الفا والفا ديجا تكون معلومة تكون عندنا هاد الفا معلومة باش يمكن لينا نلقاو الحلول ديال هاد المعادلة هادي اذا هنا اول حاجه ندير واحد الجهه اخرى غتعطيني ونقسم على جوج غتعطيني كوسينس دو اكس تساوي 1 على 2 ونقلب في الزوايا الاعتياديه شنو هي الزاويه اللي الكوس ديالها كيعطيني 1 على 2 بالنسبه للدائره المثلثيه اللي رجعنا ليها حنا كنعرفوا بلي هنايا 1 وهنا 0 وهنا النصف ديالها هي 1 على 2 وهذا المستقيم محور الافاصيل هو اللي كيمثل لي القيم ديال الكوسينس ديال الافاصيل المنحنيه كنعرفوا بلي هاد النقطه هاد الافصول هذا هو افصول الزاويه بي على 3 كوس بي على 3 هو 1 على 2 اذا غتولي عندي كوسينيس دو اكس تساوي كوسينيس دو بي سور 3 والحلول ديال هاد المعادله معروفين الحلول ديال المعروفين الحلول ديال المعادله كوس اكس ايغالا كوس الفا دائما الا لقيتي هذا العدد هذا كيحقق لي هذه المعادله فحتى المقابل ديالو كيحقق المعادله اللي هو ناقص بي على 3 اذا انا الحلول هما كل نقطه كاين فيها ما لا نهايه من الافاصيل المنحنيه هذه النقطه هذه كتمثل ليا كيمثلوها ليا هما بي سور 3 بلس 2 كابي وهاد النقطة هادي كتمثلها ليا موان بي سور 3 بليس دو كابي هادو هما الحلول إذا غادي نجيو نكتبوهم مجموعة حلول المعادلة السابقة هي اس فيها كنحطو هاد بي على 3 بليس دو كابي حيث ان ك ينتمي الى زد اتحاد موان بي سور 3 بليس دو كابي
حيث ان ك ينتمي الى ذات. وخاصني ناثر هاد الحلول هادو على المجال اللي عطينا من صفر حتى الاثنان بي. اذا انا ناثرهم كل جهه ناثر فيها. هنا ناقص بي على 3 قيس دو كابي محصوره ما بين صفر و دو بي. وهنا بي على 3 قيس دو كابي محصوره بين صفر و دو بي. بالنسبه لهادي اول حاجه نحيدو بي، نقسمو كلشي على بي. صفر على بي يعطيني صفر، هنا تعطيني واحد على 3، وهنا زائد 2 ك، وهنا غتبقى ليا جوج. حتى هنا كذلك صفر ناقص واحد على 3 زائد 2 ك، وهنا غتبقى ليا جوج. ماشي بحال هنا عندنا انا واحد على 3 وهنا ناقص واحد على 3. باش يمكن لنا نتخلصوا من هذا العدد اللي زايد، هنا واحد على 3 نقصوا من كل جهه ناقص واحد على 3. صفر ناقص واحد على 3 تبقى لي ناقص واحد على 3، هنايا تبقى لي 2 ك، وهنايا تبقى جوج ناقص واحد على 3 هي 6 على 3. 6 على 3 ناقص واحد على 3 تعطيني 5 على 3. هنا كذلك هنا باش نتخلصوا من هذا نزيدوا واحد على 3 في كل طرف، غتولي عندي واحد على 3 هنا اصغر من او تساوي 2 ك، وهنايا جوج زائد واحد على 3، 6 على 3 زائد واحد على 3 هي 7 على 3. دابا باش يمكن لي نلقى ك نقسم كلشي على 2، ك هذا على 2 1 على 6، هذا على 2 هي 7 على 6. هنا كذلك نقسم على 3، هذا على 2 ناقص 1 على 6، وهذا على 2 هي 5 على 6. ونحدد الفصيله، يعني هنا 1 على 6 هو 0.0.1 ك، 7 على 6 هي 1.1. هنا كذلك نحدد الفصيلة، يعني نكتب العدد العشاري، 1 على 6 هو ناقص 0.1، 5 على 6 0.8. ونشوف الأعداد الصحيحة النسبية اللي محصورة بين 0.1 و 1.1، كاين عدد وحيد اللي هو العدد 1. إذن ك تساوي 1. ودابا نعوضها هنا ونشوف شنو تعطيني. وبالتالي إكس تساوي لعوض ك بواحد تعطيني ناقص بي على 3 زائد 2 بي. بالنسبة للحالة الثانية، ك هنايا العدد الوحيد اللي صحيح نسبي محصورة بين ناقص 0.1 و 0.8 هو الصفر. إذا ك تساوي صفر، وبالتالي نعوض ك بصفر هنايا غتعطيني بي على 3، إكس تساوي بي على 3. إذا هاد المعادلة هادي عطاتني جوج ديال الحلول، الحل الأول والحل الثاني. دابا نكتبو المجموعة بالتفصيل، يعني مكتوبة هنا بإدراك وحنا نكتبوها بالتفصيل. عندنا الحل الأول هو بي على 3، ميمكنش لينا نكتبوها بالتفصيل إلا كانت مجموعة العناصر مجموعة سي مجموعة غير منتهية. وهنا اكتشفنا أن الحلول ديال المعادلة هي مجموعة منتهية، لقينا جوج ديال الحلول. إذا يمكن لنا نكتبوها ناقص بي على 3 زائد جوج بي، جوج بي هي 6 بي على 3، ناقص بي على 3 هي 5 بي على 3. هاد العدد هذا كتجمعهم، جوج هي 6 على 3، 6 ناقص 1 تعطيني 5، 5 بي على 3.